السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. بعد طول غياب اليوم جاييكم بشرح عملي لجهاز الإلايزا. كلنا عارفين تقنية الإلايزا، عشان كده ما هشرح نظري وحنروح مباشرة للشرح العملي. هذا هو الجهاز اللي هشرحه اليوم، تابعوني. بسم الله نبدأ. أول حاجة نتعرف على مكونات الجهاز. طبعا الجهاز حيتكون من CPU وشاشة، وهذا الأجزاء الرئيسية للجهاز. هذا الجهاز بيكون كده، ونفتحه. هذه الأجزاء اللي تكون منها الجهاز. طبعا هذا الراك حق العينات، في 5 صفوف، 1 2 3 4 5. هذه الراكات حقت الريجنت، نحضر المحاليل ونحطها هنا في صفين. وهذه حقت العينات الكنترولات، نيجاتيف كنترول وبوزيتيف كنترول، تمام. وهنا الجزئيه هذه اللي حنحط فيها السامبل تيبس، التيبس حقت السامبلز. وهنا التيبس حقت الريجنت، هذه التيبس اللي حتاخذ بيها الريجنت. وهنا القسم الخاص بالبليت، الهيباتاتس بي او الاتش اي في او السي بليت، بنحطها هنا. طبعا يتكون من ابر ولور، حوريكم كيف حنشغله. وفي من الناحيه هذه البوتل، هنا تحط ديس الووتر لاجل التنظيف، الغسيل اقصد. اذا فتحنا من هنا حنلقى فيه two bottles A و B، هذه اللي تحضر فيها الwash solution. الاثنين هذه اذا عندك مثلا حتشتغل هيباتاتس B و C مع بعض في نفس الرن، two plates، حتحضر الwash حقهم هنا. وال HIV اذا حتحضر برضو حتحضره حتحطه في البي. طبعا يختلف حسب نوع الكيت المستخدم. احيانا في كيتات نفس الwash يشتغل للبي والسي والاتش اي في، وفي كيتات كل تحليل له وش معين. وهنا الويست، التيبس ويست، السوليد ويست، هنا تكون التيبس تترمى هنا. وهذا الليكويد ويست، هذا الليكويد ويست تتجمع هنا. طيب نشغل الجهاز، حنضغط تشغيل. وفي زر تشغيل للجهاز من الخلف، هذا يكون شغال. بعد ما تشغل الـ CPU حتيجي تضغط هنا كذا، الجهاز بدأ يشتغل. بعد ما نشغل الجهاز حنيجي نضغط هنا في البرنامج دبل كليك عشان يشتغل. هنضغط اوكي. الجهاز بدأ يشتغل، حيتعرف على البوزيشن وحيرجع، يعني بالمعنى حيعمل سيستم ريسيت. الحين قاعد يشيك انه كل شيء تمام. يشيك على الحركة ويشيك على الـ 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 الموتر موفمنت لل البليت ولل تيبس البروب. طبعا اذا في اي مشكلة حتجيك هنا علامة الارم انه في مشكلة في حاجة معينة، تصلحها بعد كذا تكمل عملية التشغيل. طيب ننتظر الجهاز يشتغل بعد كذا ارجع لكم تاني. طيب كذا الجهاز اشتغل، حنيجي نضغط اكس. لسه باقي شوية كمان يشتغل. اثناء ما يشتغل الجهاز انا اكون حضرت العينات حقتي زي كذا.
هو اشتغل الجهاز. هذه الشاشة الرئيسية للجهاز، هنا الفايل، من هنا حنبدأ الشغل. نقرب لكم الكاميرا، حنضغط على الورك إديترز. هذه الورك إديترز منها تختار نبدأ الشغل. هنا الأسي إديترز، عندك كتات معينة تبغى تبرمجها من الأيقونة هذه. هذا الريسنت أسيز، يعني التحاليل اللي انت مبرمجها على الجهاز تكون موجودة هنا، آخر شيء انت اشتغلته. هنا الريسنت ورك ليست، آخر رن انت اشتغلتها موجودة هنا. طبعا هنا الريبورتس، هنا النتائج تحصلها. هنا هذه كلها تولز حقت المينتيننس. فيهمنا الآن من الفايل حنضغط الورك ليست، هتجيك الرسالة هذه انه سيلكت، حنضغط اوكي. حنشوف هذه عبارة عن عدد العينات واسماها، حنسمي مثلا الباتش بتاريخ اليوم، مثلا باتش اليوم فلنفترض انه 25/23. عدد العينات هنا انا حسبتها كانت عنده 16 عينة، حتيجي تضغط هنا، حنضغط هنا 16، حنضغط assign. كده ظهرت لنا هنا الباتش 25/1/2/3 مرقمة. فحنختار، حنعدل هنا طبعا كل سامبل برقم رقم الاي دي واسم المريض حسب الطريقة اللي انتم شغالين عليها. فخلينا اكمل البيانات وارجع لكم تاني. كده بعد ما كتبت بيانات المرضى حاجة اضغط next، تجيني هنا كده البيانات. اذا في عينات كثيرة حيجيني في الراك الاول اللي هو ده، انا حطيت العينات. وهنا الراك الثاني بنفس التسلسل كده، نفس الترتيب. طبعا رقم واحد من هنا يبدأ، من هنا لين الأخير هنا. بعدها هنا التحاليل اللي أبغى أمشيها، مثلا أبغى أمشي هباتيتس سي، حضرت أد أسي، وأبغى أمشي كمان هباتيتس بي مع بعض مع السي. فكذا إذا في مريض معين ابغى اكنسله امشيله بس مثلا بس السي بدون البي، حضغط هنا حيمشي للمريض هذا بس السي بدون البي، بس ابغى امشي لهم كلهم البي والسي. بعدها حضغط دم، تظهر لي الشاشه هنا، حضغط اكسبت وسكيب. كده هنا حيقول لك حط العينات بنفس الترتيب، حقول انا حطيتها اصلا اوكي. بعد كده هنا البيانات هذه مهمة جدا انك تكتبها في ورقة. الستوب سوليوشن حيكون في الراك 1 بوزيشن 1. هنا حيشوف هنا يبين لك فين حتحط السوليوشن. هنا رقم واحد، اول واحد. فعشان ما ترجع تاني تدور، الافضل انك انت تكتب مثلا stop solution، هيكون في rack 1 position 1. هذا stop solution طبعا في اخر شيء نحطه، الحين ما نحتاجه، نخليه في الثلاجة. نعمل next. الهباتاتس C substrate هيكون في position 2، HCV سبستريت راك 1 بوزيشن 2 اللي هو هذا، انا محضرهم اصلا. هذا محضر البتات السي سبستريت، حنحطه زي ما طلب مني في الراك الاول البوزيشن 2. وبكذا بنفس الطريقه لين ما اخلص كل
المطلوب مني. هيباتيتس سي كونجيجيت 1 في الراك 1 بوزيشن 3 زي ما موضح هنا، برضو محضره الهيباتيتس سي كونجيجيت 1 غالبا يكون اصلا محضر على حسب نوع الكيت. كده اخلص بنفس الطريقة هذه لين ما احط كل العينات، وبعد كده تيجي المرحلة اللي بعدها السامبل تيبس والرياجن تيبس وطريقة التشغيل. بخلصها وارجع لكم تاني. كده جهزت كل حاجة، وبعد ما عامل نكست هتجيني الصفحة هذه انه مطلوب هيباتيتس سي البليت محتاجين 3 صفوف زي هذه، خرجتها من الكيت. هذا هو البليت، محتاجين 3 صفوف من الويلز. فحنضغط هنا HCV انتيبودي، نحط اي علامة مميزة مثلا تاريخ اليوم 25/11، هنحطه زي ما قال لك هنا load please load plate 1 of 2 into the lower plate في lower plate position هنا الطريقة هذه. كده خلاص وضعناه، مجرد ما نضغط علامة next فجاني الابر بليت عشان احط الهيباتيتس بي. انا هنا حطيت طبعا المحاليل حضرتها الكونجيجيت والسبستريت، وحطيتها حسب البوزيشن اللي انا كاتبه هنا بنفس التفاصيل هذه. خلينا نكتب هنا كمان الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين 25/11، نحط البليت برضو 3 ستريبس كده، نتأكد انه البليت في المكان الصحيح. بعدها حنضغط next. فهنا شوف المطلوب 108 من السامبل تيبس في الراك 1 زي ما هنا موضح لنا في الصورة، هو مقصود المكان هذا. فالسامبل تيبس، اجيب لكم السامبل تيبس معليش عشان بصور بيد واحدة. هذه السامبل تيبس تمام، يكون لونها باللون ازرق عشان احطها هنا في البوزيشن هنا. كده خرجت السامبل تيبس، احطها هنا زي ما طلب مني بالضبط. هذه العلبة حقتها نسجلها درج، وخرج الريجن تيبس اللي حيطلب مني طالب مني هنا عدد 10 ريجن تيبس. بعد ما اضغط نكس حيوريني كم او فين ححط الريجن تيبس هنا زي ما قلنا في بداية الفيديو. هذه التيبس مجرد حنكمل هذه بس. كده خلاص، كده صرنا جاهزين ونمشي الرن، كل شيء جاهز. حنضغط اوكي. هنا حيقول لك حط الواش سوليوشن، انا اوريدي اصلا محضره وحطيت الواش سوليوشن هنا ايه زي ما مطلوب مني. حاجي اضغط نيكست. الديستل ووتر اللي كلمناكم عنه برضو انه جاهز، عبيته اللي هو هذا عشان عملية الوش.
كل شيء تمام، حطت اوكي. والويست برضو فاضي، الليكويد ويست فاضي والليكويد والسوليد ويست برضو الامور تمام، حضغط اوكي. حديني الشاشه هنا، حامل سكيب عشان يبدا الشغل على طول مباشره. الحين حيبدا اول حاجه الهباتيتس سي. اجي اخذ اشوف من الكونجيجيت، طبعا هو شغال على 3 ستريبس فقط، فالكمية مش كثيرة ولا عدد العينات كثير. كده خلص من الكونجيجيت. الآن حيجي يحط العينات. أول كده حيبدأ على طول العينات، حياخذ من البوزيتيف كنترول السي. شوف كيف يعمل ديسكارد للتيبس، كل عينة بتيبس جديدة. طبعا الكنترول حيشيل 3 اتوقع او 2 3. هذه كيتس اول مرة اشتغل عليها طبعا، بس سهلة يعني. كده خلص البوزيتيف والنيجاتيف كنترول، حيبدأ البيشنت سامبلز. بكل سهولة وبكل سرعة ما شاء الله. وبكده لحد ما يخلص كل العينات، وبعدها يعمل ووش ويحط الكونجيجيت 2، بعدها السبستريت وهكذا. ونفس الشيء طبعا للهيباتيتس بي والاتش اي بي. يلا بعد ما يخلص الرن، في نهاية الرن ارجع لكم تاني. الآن خلص السامبلينج حقت الهباتات السي، الحين شغال سامبلينج للهباتات السبي. طبعا خلص العينات حقت الهباتات السي، والآن في الانكيوبيشن تايم، والحين شغال ياخذ عينات الهباتات السبي. بعدها طبعا حسب الموضح هنا في الشاشة، بعد incubation time حيكون في wash زي كذا. هنا حيكون في wash، بعدها حيحط الكونجيجيت 2، وبعدها حيكون في wash، بعد كذا السبستريت، وبعد incubation الستوب سوليوشن، ثم الاخر خطوة الريدنج. حاوريكم اثناء ما يغسل الجهاز كيف عمليه الووشن، وكمان اخر خطوه ان شاء الله اوريكم القراءه النهائيه للرن، وتابعوني. هذه آخر عينة في الهباتات السبي. دخل البليت جوا عشان الانكيوبيشن في درجة الحرارة المطلوبة.
بعد ما يخلص الانكوبيشن ويبدا الوش ارجع لكم تاني. كده شعار الواشنج. هنا مرحلة الواشنج. الحين حيشيل من الكونجيجيتو الحين بعد هيدخل مرحلة الانكيوبيشن بيريود او الانكيوبيشن تايم. بعدها زي ما موضح هنا بعد ما يخلص الانكيوبيشن تايم حيكون في واشنج. بعد كده حيحط السبستريت. بعد السبستريت حيكون في انكيوبيشن تايم. بعدها الستوب سوليوشن. بعد كده الريدنج. كده عرفتوا الخطوات اللي يشتغل عليها الجهاز. اجيكم لما تيجي مرحلة الريدنج عشان تشوفوا كيف تطلع النتائج. وكمان حصور لكم بعد السبستريت كيف الكلر حقت العينات تكون كيف قبل الريدنج. حاب اوريكم الكلر حق بعد ما حط السبستريت. هذا كده البوزيتيف كنترول. شوف كيف لونه بلو كلر. باقي البليت كله كلرلس بمعنى انه العينات كلها نيجاتيف. هذا طبعا اخر خطوة. بعدها حيحط الستوب سوليوشن. حطيت الستوب سوليوشن هنا في البوزيشن 1 في راك 1 بوزيشن 1 زي ما كتبنا في اول الفيديو. بعد ما يحط الستوب سوليوشن الكلر البلو كلر حيتحول الى يلو كلر. وبعد كده حيدخل البليت عشان الريدنج. خلاص وصلنا اخر مرحلة لحظات ويبدأ يحط الستوب سوليوشن عشان يبدأ الريدنج. زي ما احنا شايفين هنا خلاص حيبدأ الحين يحط الستوب سوليوشن. بدأ الحين ياخذ من الستوب سوليوشن.
قفل الغطاء عشان يبدا الريدنج. هذا الصوت اللي بيعمل ريدنج. نجي الشاشة نشوف بعد ما يخلص النتيجة المفروض تظهر لنا هنا تحت في الخانة هذه. خلاص كده خلص الريدنج وخرجنا البليت. خلاص بعد كده هنرمي البليت ونشوف النتائج. هذه النتائج حقت اليوم كده تظهر لنا النتيجة. أهم شيء قلنا الكيو سي يكون باست بعد كده تيجي النتائج بالشكل هذا تحت. هذا كلها القراءات، هذا البوزيتيف كنترول وهذا النيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. بعد كده تبدأ عينات المرضى. عينات المرضى النتائج هنا زي ما قلنا، هذا النيجاتيف كنترول ثلاثة عينات والبوزيتيف كنترول. بعد كده عينات المرضى من هنا كلها نيجاتيف نيجاتيف، الحمد لله نيجاتيف نيجاتيف وخلاص. حط بقى النتيجة. وكده يكون باقي الرن، باقي فيه في البليت الثاني الهيباتاتس بي لسه عنده انكيوبيشن. بعد ما يخلص هيكون في سبستريت وبعد كده ووش، اقصد كونجيجيت وبعد كده ووش وبعدها سبستريت وانكيوبيشن. نفس الطريقه ستوب سوليوشن وبعدين ريدنج. هذا كان شرحنا العملي لجهاز الإلايزا. طبعا كل اجهزه الإلايزا بنفس الفكره مع اختلاف الشركات المصنعه والبراند. أتمنى يكون أفادكم الفيديو، وإذا في أي سؤال أو استفسار اسألوني هي في الكومنتات. ألتقيكم في فيديوهات قادمة والسلام عليكم.